أهلا أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا عن عظة المسيح على الجبل، وأنا موجود على ضفاف بحيرة طبرية، البحيرة الجميلة منسميها في هذه المنطقة بحيرة يسوع. في هذه الحلقة رح أتكلم عن العين النيرة والعين الشريرة، وأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة. بصلي من كل قلبي أنه تكون بركة لحياتك، وكالمعتاد إذا في عندك أي تساؤل فيك تتواصل معي. ابقوا معنا، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ هذه الكلمات اللي اتكلم فيها الرب يسوع المسيح في سياق الحديث، عندما ابتدأ يسوع بيتكلم قائلا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. وبعدين بينهي الفكرة: حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك. وعلى طول بيتكلم: سراج الجسد هو العين. فبيتكلم عن مقارنة بين العين البسيطة، العين المستنيرة، والعين الشريرة. احنا بنعرف انه النور او يدخل النور الى الجسد بواسطة العين. اذا كانت العين سليمة، اذا كانت العين صحيحة معافاة كاملة، يدخل النور واضحا. ان كانت العين مريضة يدخل النور ضعيفا او يصبح مظلما، لانه فيش تركيز في العين فبيشوف بشكل ازدواجي. وطبعا هون انا بتكلم من ناحيه روحيه، بيتكلم عن النظره النفسيه وعن الحكم الصحيح، عن التمييز الصحيح على الكنوز الماديه والروحيه. فصاحب العين البسيطه بعكس صاحب العين الشريرة. فاللي عنده عين بسيطة، عنده عين نيرة، يرى الحقائق بجلاء ووضوح، ويدرك العمل السليم ونتائجه. وطبعا أكيد بقيم الكنوز التقييم الصحيح، ويكون جسده كله نيرا، لأنه قادر على التمييز والوضوح والشفافية. قال يسوع: طوبى لعيونكم لأنها ترى، أي أنها استنارت واختبرت نور المسيح. وهذا الصراع منذ القديم. أول جملة قالها الله في الكتاب المقدس: وقال الله ليكن نور، فكان نور، وفصل بين الظلمة والنور. في العهد الجديد مكتوب: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. فهو نور الخليقة، وهو نور الفداء، نور الاختبار. نختبر حضور المسيح في حياتنا فنتجدد، فتستنير حياتنا، تستنير عقولنا، تستنير أذهاننا. فطبعا نستطيع أن نقيم ونميز الأمور المتخالفة. المسيح طبعا بيعلم انه الثروه، طبعا الثروه الفاسده تفسد او تستعبد الذهن، لكن العين هي اللي بتوجه الافكار. اذ يعني العين قادره على التركيز. اذا العين شريره بتشوف الاشياء مثل ما ذكرت مزدوجه. اذا كان الهدف في حياتنا الحصول على الماده فقط، فهذا يعني قلبنا أو ما في داخلنا يكون ظلام.
فنور النفس عادة هو الضمير وهو البصيرة أيضا. فالعين النيرة، العين اللي اختبرت يسوع المسيح، فطبعا كل أمور هذا العالم وكل طبعا جواهر هذا العالم لا تعني شيء، لأنه الإنسان مستنير عنده أمور أعظم وهدف أمجد في الحياة من الأمور المادية اللي بتفسد الإنسان والعالم أو نظام العالم الشرير اللي بيبعدنا عن معرفتنا أو ما أو اختبارنا الحقيقي لله. فبيتكلم إنه سراج الجسد هو العين. إذا كانت العين بسيطة مستنيرة نيرة، فطبعا هذا النور يدخل ويعكس في الجسد، فكل الجسد يصبح نير ويصبح مستنير أيضا. أحبائي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير. It's hard for us to imagine what Jesus is talking about with the light, because we live with electronic light lighting up our cities, and we have hardly any dark places nowadays. But in antiquity, there was no other light except torchlight, for example. And if you were walking up through the Jordan Valley in the nighttime, it would be dark, and all you would have are the stars until you came to a place like Bethshan or a place like Tiberias, where you would have a city with torches that would be a beacon. We think today of Amman. Amman sits on a plateau. If you looked out at the Jordan Valley at nighttime from the ridge of Jerusalem towards Amman, and it's a clear night, that would be the one spot of light. So a city that is on a hill that is light is like a lighthouse. It's like a guiding star to find safety and security. We're meant to be a light, something that attracts people who are in darkness, so that they can be brought to a place of peace and reconciliation and healing and comfort and forgiveness, so that they can be fed and clothed, so that they are helped in whatever their needs are. That's the calling of Jesus. Be a light. إذن السؤال، كيف تستقبل النور الخارجي؟ النور جميل، النور حلو، وطبعا المسيح شبه نفسه بالنور وتكلم عن هذا الصراع بين النور والظلمة. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. وطبعا الإنسان ممكن تصوره في شخص ممكن تكون عينه نيرة بسيطة، بشوف كل الأمور في بساطة وبشوف كل الأمور حلوة، لكن في شخص آخر اللي بتكون عينه شريرة، فجسده كله يكون مظلما، وكل شيء بشوفه من خلال العين الشريرة التذمر، السلبية، التشويه، التعصب إلى آخره، فهذا بعبر عن القلب الداخلي، من القلب تخرج الأفكار الشريرة. لكن كما نسمع المثل إنه العين هي النافذة للجسد، أو بالأحرى هي النافذة أيضا للنفس. إذا العين شريرة، وهذا مش بس بينطبق على الكنوز الروحية والمادية، بيتكلم عن كل نواحي الحياة. فإذا العين شريرة فالإنسان بيكون مظلم، الإنسان بيكون شرير، بيكون متعصب، بتتشوه الرؤية، رؤيته للأمور لهذا العالم بتكون رؤية سلبية، رؤية مشوهة، رؤية محدودة، رؤية طبعا مش رؤية الرؤية الإلهية اللي بتخليك تشوف كل الأمور بوضوح وبشفافية
وبمحبة. العين الشريرة هو الإنسان السلبي، العين النيرة هو الإنسان الإيجابي. العين النيرة هو القلب اللي اختبر خلاص المسيح، العين الشريرة هو القلب اللي مازال قلبه وحياته ونفسه أيضاً مظلمة. العين النيرة هذا يعني أنه في داخلنا في أعماقنا حب أن نرضي الله، وحب أنه نخدم الله، وحب أنه الله يتمجد في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة، في الأمور المادية، في الأمور الزمنية، وفي الأمور الروحية. حياتنا كلها بتكون لمجد الله، لأنه في داخلنا نور، وهذا النور ينعكس إلى الخارج، وهذا النور بيعطينا القدرة على التمييز طبعاً بين الخير وبين الشر، بيعطينا القدرة على التمييز بين الحق وبين الضلال. فالعين تشير إلى التمييز الروحي وأيضاً إلى اليقظة الروحية. العين الشريرة منجذبة إلى الجسد وملذات الجسد، منجذبة إلى محبة العالم ونظام العالم وقيم العالم، فكل ما يراه يرى ما هو في هذا العالم، حتى لو استخدم التقوى الخارجية، حتى لو كان عايش في مظاهر التدين الخارجي. خلي في بالك الغرض من العزة على الجبل إنه المسيح عم بيعطي عمق روحي، عم بيعطي تفسير روحي للحقائق الروحية، نفهمها بعيون إلهية ونختبرها بهذا القلب المتجه نحو الله. فالعين طبعا هي اللي مكلفة بالتمييز الأدبي، مكلفة بالتمييز الأخلاقي. طبعا أنا بتكلم عن عين الباطنية اللي فيها البصيرة والضمير أيضا، لكن العين الشريرة الضمير رح يكون شرير، حب الذات وحب الكبرياء والتعظم على أمور، تعظم المعيشة، وأن تكون فعلا قلبه وعينيه كلها متجهة نحو العالم. فالمسيح قال سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة نيرة مستنيرة يكون جسدك كله نيرا، لكن إذا كانت عينك شريرة فكل الجسد يكون مظلم، نظرتك مظلمة، تستقبل النور المزدوج اللي بيقودك إلى الظلمة في حياتك الداخلية. أنا بصلي اليوم فعلاً إنه نور المسيح يسطع في حياتك فتتبدد كل ظلمة، وهذا بتم عن طريق إنه نكون في محضر المسيح. أولاً نختبره كمخلص ورب على حياتنا، وبعدين أحبائي مكتوب نتجدد إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، يعني كل ما اقتربنا من يسوع منتشبه بيسوع، فحياتنا فعلاً بتتغير بحسب صورة وشبه يسوع المسيح. وهاي هي صلاتي اليوم لكل مشاهد. كيف نستقبل نور المسيح حتى تكون العين بسيطة والجسد كله مستنير؟ ذكرت أنه محتاجين نختبر نور المسيح، وفعلاً يقول كتاب الذي نقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، ثم نتغير في محضر المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، كل ما تشبهنا بيسوع كلما حياتنا أصبحت مستنيرة أكثر. طبعاً من خلال الكلمة أيضاً مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فإذاً كلما امتلأت من كلمة الله بيستنير ذهني في الحقائق الكتابية والحقائق الإلهية التي تحررني وتجعلني إنسان أسعى نحو الكمال. صلاة بولس وعاوز أختمها في هذا الوقت مستنيرة عيون أذهانكم،
أنا بصلي اليوم إنه الرب يفتح عيوننا، يفتح أذهاننا، ويفتح قلوبنا وحياتنا لكي نستقبل هذا النور ونعيش ونسلك في هذا النور، وحياتنا تكون بسيطة ونعكس هذا النور على كل المجتمع من حولنا. وصلي في اسم ربنا يسوع المسيح، أمين.